السلام عليكم، رجعنا لكم مرة أخرى بفيديو جديد على القناة ديال أجونس زارابي للعقارات. واحد لابارتومون اللي كاينة كتباع في مدينة السعيدية في ريزيدونس بيرلا، ريزيدونس فيرمي افيك بيسين كما كتشوفوا هنا. هاد لابارتومون هادي المساحة ديالها 70 متر مربع، كاينة في الريد شوسي، فيها دو شومبر، صالون، كويزين و سال دو بان. لا كويزين اوفير على الصالون، كويزين امريكان، هي في موقع مزيان وقريبة من جميع المرافق، قريبة على لابلاج كاراكاس السعيدية، 100 متر فقط على البحر. ابارتومون مزيانة بزاف كما كتشوفو، هادي الشومبر الأولى، كاين هنا الشومبر الثانية، عندها بالكون على التيغاس وفيها بلاكار. لابارتومون كتباعها كموبلي مفرشة. فإلا كنتو مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم إلا تتصلوا بنا بالرقم اللي كيبان لكم في أسفل الشاشة، أو إلا كنتو في نفس المدينة ديال الناظور تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينة في حي النعناع، إقامة أيمن في الريد شوسي. حتى نتوما إلا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه أو لا تكريوه، ما عليكم إلا تتصلوا بنفس الأرقام أو لا تزورونا لاجونس ديالنا. كذا اللي بغى يدير شي تقييم للعقار ديالو، يعني شحال يقدر يجيب ليه ديال الفلوس العقار ديالو، كنديروا التقييم. مرحبا بالجميع. بطبيعه الحال الثمن ديال هاد لابارتومون هادي هو 90 مليون سنتيم. فكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، وما تنساوش تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencesarabi.com اللي غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.